للاستراتيجية الإيرانية لتنفيذ أداتها هي حزب الدعوة، فهي هاي أحد الأداة لتنفيذ الاستراتيجية الإيرانية، لأن إيران ليست قادرة أن تدخل داخل العراق لأنها وجدت نفسها عاجزة أن تحقق نصرا على العراق بقيادة هذا البطل. ولذلك وجدوا أن من الخيارات المتاحة أمامهم أن تكون أداتهم لاغتيال رئيس العراق والسيطرة على المنطقة من خلال العراق. ولذلك نجد أنه كثير من القضايا اللي حدثت على أستاذ طارق عزيز مثلا حدثت لا ما لك دخل نعم أنا أربط لك الأحداث أنت جاي كشاهد عن الأحداث مباشرة لا تدخل بمواضيع لا يعنيك، هاي المواضيع ما تخصك نعم هي المواضيع ما تخصني لكن تخص بلدي وهي سلسلة مرتبطة.